المثل اللي هنقف قدامه النهاردة هو واحدة من الأمثال اللي شغلت ناس كتير قوي في تفسيرها، واللي دار حواليها حوار كتير قوي عن قدي الشخص المحوري في المثل ده كان شخص ظالم ولا ما كانش ظالم، كان عادل ولا ما كانش عادل، واللي عمله صح ولا كان غلط. خلونا ندخل في المثل ونشوف احنا ممكن نتعلم منه ايه ونعرف عنه ايه النهاردة. في إنجيل متى إصحاح 20 يقول هذه الكلمات: فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج من الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطلين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك، ثم نحو الساعة 11 خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الفعلة واعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلا الأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذهم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرون يدعون وقليلين ينتخبون. في المثل ده الكتاب المقدس يقول لنا عن رب بيت طلع عشان يكون بيستأجر فعلة للكرم بتاعه، وكان معروف في الوقت بتاعهم انه لازم على في شهر 9 يكونوا بيبدأوا يجمعوا الاغصان بتاعة الكروم بتاعة العنب قبل ما تدخل الامطار وتبدأ تبوظ المحصول بتاعهم، فكانوا بيهتموا قوي ان هم يكونوا بيجمعوا المحصول بسرعة. وفي الوقت ده كان بيتقسم الساعات بتاعة اليوم من الساعة 6 الصبح للساعة 6 مساء. ويقول الكتاب المقدس انه بدأ من بداية اليوم، طلع الصبح جاب مجموعة من الفعل عشان يشتغلوا واتفق معاهم على دينار، والدينار ده كان أجرة العامل في اليوم، وده كان يكفيه انه هو يأكل هو أسرته لمدة يوم واحد. وكان وقتها ما بيعرفوش يحوشوا، كان العمال غلابة جدا، فبيأكل كل يوم بيومه، معنى انه هو يطلع ويشتغل ده معناه انه هيجيب رزق لعياله، فعياله هيلاقوا أكل، ولو ما اشتغلش هو مش هيلاقي انه يكون بيأكل عياله. رب الكرم أو رب البيت طلع جاب فعلة واتفق معهم على دينار، بعد كم ساعة جاب فعلة آخرين، وبعد شوية ساعات جاب فعلة آخرين، وفي الآخر خالص على نهاية اليوم جاب فعلة واشتغل لمدة ساعة واحدة. الكتاب المقدس يقول لنا أن في التوقيت ده هو اتفق مع الوكيل بتاعه عشان يكون بيحاسب الناس، فجاب الناس اللي هم راحوا في الآخر على الكرم واشتغلوا عدد قليل قوي من الساعات واداهم دينار. فالناس اللي جم في الاول واشتغلوا كتير قوي يتوقعوا انهم ياخدوا فلوس اكتر، لكن لما خدوا برضو الدينار بداوا يتذمروا وبداوا يتضايقوا. وفي المثل ده يسوع المسيح كان عايز يوصل رساله مهمه جدا، ان زي ما من حق صاحب الكرم ان يكون بيوزع فلوسه زي ما هو عايز، ويكون بيعطي للناس اللي جت في الاخر زي الناس اللي جت في الاول، لان هو صاحب الحق، لان هو صاحب الفلوس. كمان من حق يسوع المسيح انه يهتم بالعشرين والخطاة أكتر من اهتمامه برجال الدين، الناس اللي ممكن تيجي في الآخر ممكن تكون هي الأولى، والناس اللي شايفة نفسها أن هي الأولى ممكن تكون في الآخر. وده بيوصل لنا شوية رسائل، بيوصل لكل واحد حاسس أن هو الأحق وأن هو الأفضل وأن هو اللي ليه المكانة اللي مفروض يكون بيتحرك في أن هو يكون أول واحد في وسط الناس اللي حواليه، ممكن يكتشف بعدين أن هو آخر واحد، ولكل واحد حاسس ان هو غير مقبول وغير محبوب، لكل واحد رافض نفسه وحاسس ان اللي حواليه رافضينه. يسوع المسيح بيقدم رسالة، بيقدم حب، بيقدم قبول، زي ما قبل السامرية، وزي ما قبل متى، وزي ما قبل زكا، وزي ما قبل ناس كتيرة قوي يبان ان هما بعيد عن الملكوت،
يبان ان هم مرفوضين، هو كمان بيقدم رسالة لكل واحد فينا عشان يقول له ان انت مقبول وان انت محبوب. في المثل ده مش بس يسوع المسيح بيعلن للناس اللي حواليه انه من حقه انه يكون بيهتم بالعشرين والخطاة اكتر من رجال الدين او الناس اللي شايفين نفسهم ان هم مقدسين او افضل، لكن كمان بيقول لنا ان الباب مفتوح لينا طول الوقت، طول الوقت في دعوة بتتقدم لينا. في الوقت اللي فيه الناس القوية هم اللي كانوا بيدعوا في الأول، فدايما أصحاب الكرم بياخدوا الناس القوية عشان يشتغلوا، والناس اللي جسمها ضعيف هم اللي بيفضلوا في الآخر محدش بيقبلهم. في المثل ده كان في فرصة للناس اللي جسمها ضعيف اللي محدش هيقبلها أنها تروح تشتغل عندهم، إن مش بس أنهم يروحوا لكن كمان أنهم ياخدوا أجر كويس يكفيهم هم وأولادهم. يسوع المسيح فاتح الباب لكل واحد فينا، والدعوة مقدمة أيا كان حالتنا أو وضعنا، سواء كنت شايف نفسي كويس أو شايف نفسي وحش، وأنا صاحب القرار، أنا اللي أقدر أكون بقبل الدعوة عشان أروح أشتغل في كرمه أو أرفض، أكون بسيب المكان وأتحرك على بيتي وأنا فقد الأمل، أو يكون عندي لسه أمل إن ممكن يجي حد ويكون بيقول لي تعالى اشتغل في كرمي، الدعوة مفتوحة لينا. خلينا نكون بنروح نسمع الترنيمة دي ونرجع تاني. اهدني طريقا ابديا.
ترنيمة تختبرني يا الله من الترنيمات اللي أنا بحبها جدا، بحب كلماتها بشكل كبير جدا. وأي كان صوتك حلو تقدر ترنم الترنيمة دي، أو صوتك ممكن يكون مش حلو زي، لكن يسوع الله بيقبل إن احنا نرفع صلاة ليه علشان نكون بنقول له اختبرني اختبرني افحصني وانظر إن كان فيا طريقا باطلا، قدسني طهرني نقيني. خلونا كلنا نكون بنحني رؤوسنا في مكاننا، أيا كان المكان اللي انت قاعد فيه أو الحتة اللي انت قاعد فيها، ونكون بنصلي مع بعض. يا رب أشكرك لأجل المثل اللي وقفنا قدامه النهاردة، أشكرك لأجل الدعوة المستمرة والمتكررة لكل واحد فينا أنه يكون بيروح ويعمل في الكرم بتاعك، أنه يكون بيروح ويشتغل في ملكوتك. بشكرك يا رب لأنه سواء كان جسمنا قوي أو جسمنا ضعيف، سواء كنا حاسين نفسنا أن احنا الكويسين، احنا رجال الدين، احنا الناس اللي فين لينا علاقة معك، أو حاسين نفسنا أن احنا العشرين الخطاء المنبوذين والمرفوضين، فأنت بتقدم حب لكل واحد فينا. بشكرك يا رب لأجل ده. اختبرنا يا رب، اختبرني يا إليه وأعرف قلبي، وانظر إن كان فيا طريقا باطلا واهدني طريقا أبديا. يا رب ساعدني وساعد إخواتي إن كل واحد فينا يلجأ ليك وهو مصدق إن الباب لسه مفتوح. آمين. وسؤال اللي أحب أسيبه معاك النهاردة، يا ترى هل عندنا الشجاعة والقوة إن احنا نقول له اختبرنا؟ وعندنا الأمل والرجاء اللي خلينا نصدق ان هو واقف على الباب وبيخبط وبيقول لنا انك لو فتحت هدخل اليك واتعشى معك وانت معي؟ عندنا الرجاء والامل والثقه ان احنا نقدر نفتح الباب ومصدقين ان هو يدخل لحياتنا؟